بسم الله الرحمن الرحيم، برعاية العتبة العباسية المقدسة المتمثلة بالسيد رئيس الجامعة المحترم، دأب جامعة الكفيل على تأسيس موكبها السنوي تابع للجامعة لتقديم الخدمات إلى زائري أبي الأحرار الحسين عليه السلام من المأكل والمشرب والمفارز الطبية، وبحضور جمع غفير من الطلبة الأعزاء والسادة التدريسيين والتدريسيات لخدمة الزوار الكرام في خدمة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام وتقديم كافة الخدمات الطبية والطعام وكافة الإرشادات لزوار أبي عبد الله الحسين من خلال المفرزة الطبية وبإشراف الكادر التدريسي لجامعة الكفيل وبرعاية السيد رئيس الجامعة المحترم. موكب جامعة الكفيل تقديم كافة الخدمات الطبية الذي يحتاجها الزائرون من علاج، وكذلك هنالك بعض الفحوصات المختبرية والقياس، مثال على ذلك انه قياس الضغط وقياس السكر، وتقديم النصائح الطبية للزائرين. ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أبا عبد الله الحسين أن يتقبل منا هذا بأحسن قبول. يقوم الموكب بكافة الخدمات لزائرين أبا عبد الله الحسين من الطعام والشراب والخدمات الأخرى مثل خدمة الأدوية والعلاجات والضمات، ويساهم في هذا الموكب عدد من تدريسين جامعة الكفيل وعدد من الطلبة من كافة الكليات. نقدم حاليا احنا باعتبارنا من كلية الصيدلة نقدم عدد من الطلبة والأساتذة، نقدم خدمات العلاجات من المسكنات والضمات للزوار الكرام حتى القادمين من غير دول، خدمة لأبي عبد الله الحسين، وراجين القبول إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، وأن يحفظ زوار أبي عبد الله الحسين إن شاء الله.